نحن هنا بحي سلم بمدينة الحسيمة بعد عصر اليوم، حركة عادية في الشوارع. استمرت بعض المقاهي في استقبال الزبناء، صيدلية ومحلات تجارية مفتوحة، وعمال يزاولون مهنهم بكل حرية هنا بشارع عبد الكريم الخطابي. فمقابل استجابة الكثيرين لدعوة الإضراب، استمرت بعض المحلات التجارية في فتح أبوابها. نحن أحرار ونعيش في جو ديمقراطي، من أراد أن يتجه صوب اليمين أو اليسار فله ذلك. لدي أسرة أنفق عليها، وليس هناك من يؤدي فواتير الماء والكهرباء ورواتب العمال غيري أنا. أعتقد أن تكرار الاحتجاج بعيدا عن المنطق وبشكل مستمر لم يعد له أي جدوى. كنت أناصر هذه الاحتجاجات، لكن عندما بدأوا في سب الأشخاص انسحبت. ولكن في غمانية تكرار بذنب الأشخاص. هذا الاحتجاج راه كيأثر على الحركة الاقتصادية، وكيأثر على حتى النفسية ديال المواطن، لأن كاين إشاعات كيأثر شوية على الأمن وعلى الاستقرار، يعني على النفسية، الناس خايفين. مطالب مشروعة، ولكن الطريقة والصيغة باش كينظموا هاد الاحتجاجات في الرأي ديالي ماشي منطقية، لأن الاحتجاجات راه عندهم واحد القوانين، واحد المعايير اللي كينظموا هاد الاحتجاجات، ما خصهمش يكونوا عشوائيين. بعيدا عن الساحات التي احتشد فيها المتظاهرون، استمرت الحياة بشكل عادي في كثير من الأحياء والأزقة. التلاميذ تابعوا دراستهم بشكل عادي. آراء المواطنين بخصوص استمرار الاحتجاجات ليست على قلب رجل واحد، إذ سارعت بعض الفعاليات الجماعية إلى إصدار بلاغ يندد بما أسمته فوضى الاحتجاجات. أنا ريفية مغربية قحة، من أب وأم، من هذه المنطقة هذه، ولكن الطريقة باش كتقدم هذه المطالب هذه هي اللي لحد الآن مازال ما فهمناهاش، ومازال ما عرفناش كيف يعقل اللي كيقول راه الإسبان أرحم من الإسبان كان أرحم، ودابا كنقدموا المطالب. لما كنقدموا حنايا هذه المطالب، إلا حنايا كنضربوا جميع المؤسسات. الناس تخرج لمطالب اجتماعية بحتة. كل ما يقال على هذا الشيء هو أن الدولة خصها توفر لهاد الناس هادو هاد المطالب الاجتماعية الأساسية، التشغيل والمستشفى والصحة. جمعية المقاولين الشباب بالحسيمة أصدرت من جهتها أيضا بيانا يحذر من استغلال المطالب الاجتماعية للسكان بغرض المتجارة فيها، مشيرة إلى أن العديد من النقاط الواردة في الملف المطلبي للمتظاهرين هي في طور الإنجاز وتندرج ضمن برنامج التنمية المجالية الحسيمة منارة المتوسط.